أهلا بكم طلاب ودكاترة وباشمهندسين الصف السادس ابتدائي مع مراجعة ليلة امتحان من كتاب الأضواء تدريبات الأضواء العامة على المنهج. اختر الإجابة الصحيحة. يتكون جسم نقط من خلية واحدة، الطيور، الإنسان، البكتيريا. هو البكتيريا. يعتبر نقط من المواد المغناطيسية، الخشب، الورق، الحديد. يتكون جدار الخلية من مادة النيتروجين، السليلوز. يصل ضوء الشمس والحرارة إلى الأرض عن طريق التوصيل ولا الإشعاع؟ الإشعاع. تعتبر عضلات نقط من العضلات اللا إرادية، مش بتحكم فيها، هو القلب أول واحدة. تنتقل حرارة في السوائل والغازات عن طريق إيه؟ التوصيل ولا الحمل؟ لما يقول لي سوائل وغازات يبقى الحمل. عضلات نقط من العضلات الإرادية التي يمكن التحكم فيها، بتحكم فيها هي عضلات الرقبة. عملية انتقال الحرارة بفعل حركة جزيئات المادة السائلة أو الغازية تسمى الإشعاع، التوصيل، الحمل الحراري. يقوم الجهاز نقط بنقل الدم والغازات والعناصر الغذائية، هو الجهاز الدوري. تقارب جزيئات المادة عندما تفقد الحرارة يسمى الانكماش. وحدات مجهرية تعمل على ترشيح الدم وإزالة المواد الضارة من الجسم تسمى الرئة، النفرونات. تسقط الأجسام على الأرض بسبب قوة الكهربية، الدفع، المغناطيسية، الجاذبية. أثناء دخول الهواء إلى الرئتين نقط عضلة الحجاب الحاجز، دي خدناها من سنة رابعة قلنا عليها تنقبض. يتسبب رفع درجة حرارة المواد في حدوث نقط التجمد والتمدد، ولا الانصهار والتمدد؟ هو الانصهار والتمدد. المسار المغلق الذي تنتقل خلاله الإلكترونات اسمه الدائرة المفتوحة، التيار الكهربي، الكهرباء، الدائرة المغلقة. هو طبعا الدائرة المغلقة. الماء عند درجة حرارة 102 درجة مئوية يكون في الحالة، طالما عدى درجة 100 يبقى بيكون في الحالة الغازية. انصهر مكعب من الثلج كتلته 10 جرامات، فإن كتلة الماء السائل تكون نفس الوزن برضه 10 جرامات. أحد مكونات الجهاز الدوري وتنقسم إلى الشرايين وأوردة وشعيرات دموية، الأوعية الدموية، القلب، الدم، الهرمونات. هي أول واحدة الأوعية الدموية. تتم عملية التنفس الخلوي في النواة الميتوكوندريا، السائل الموجود داخل الخلية وتسبح فيه العضيات يسمى السيتوبلازم. عندما يتعرض شخص لضوء الشمس يشعر بالدفء لانتقال الحرارة إليه بإيه؟ التوصيل، الحمل، الإشعاع. هي الإشعاع. الجسم الذي درجة حرارته 50 درجة مئوية تنتقل حرارته لجسم آخر درجة حرارته عايز حاجة أقل من 50 يبقى 40 درجة مئوية. يتكون الجهاز العضلي الهيكلي من عظام وعضلات، أربطة وأوتار، غضاريف، جميع ما سبق. تنتقل الحرارة عن طريق الحمل خلال الخشب، الهواء، الزجاج. هو طبعا الهواء. عندما تعمل عضلتان معا للقيام بحركة فإن إحدى هذه العضلات A وبينما الأخرى A، واحدة تنقبض والتانية تنبسط. إذا كان لديك إناء به ماء مغلي فأي الأطوال الآتية يفضل أن يكون طول مقبض الإناء؟ عايزه يكون طويل، نختار مين فيهم؟ 12 سنتي. عندما تلمس جسما ساخنا تنتقل حرارة إلى يدك عن طريق، طالما لمستها يبقى عن طريق التوصيل. تحصل الخلية على الطاقة من عملية التنفس الخلوي. يتم تنظيم تركيب معظم الكائنات عديدة الخلايا في كام مستوى؟ في 5 مستويات. اليوريا أهم الفضلات التي تتكون من استهلاك إيه؟ الدهون، البروتينات. عند مرور تيار كهربي في سلك نحاسي ينشأ حول السلك طاقة حرارية، مجال مغناطيسي. مركز التحكم في الخلية والمسؤول عن الانقسام الخلوي هو النواة. تعمل نقط على إنتاج الطاقة داخل الخلايا،
الميتوكوندريا أحد مكونات الخلية النباتية، ويقوم بامتصاص ضوء الشمس في عملية البناء الضوئي، هو البلاستيدات الخضراء. تركيب يحمي الخلية وينظم دخول وخروج المواد منها، ده اسم الغشاء البلازمي. تحول المولدات الطاقة A إلى طاقة كهربية، الطاقة المغناطيسية الضوئية الصوتية الحركية أو اسمها الميكانيكية. تفرز نقط حمضا وإنزيمات على الطعام لتعمل على تفككه وهضمه، هو الأسنان والأمعاء الغليظة ولا المثانة البولية ولا المعدة، هو المعدة. مرض السكر هو اضطراب في الحويصلة الصفراوية، الغدة الدرقية، البنكرياس. أي مما يلي يوجد في ورقة نبات الصمت وغير موجودة في الخلية البشرية؟ جدار الخلية أول واحد هو والبلاستيدة الخضراء. أي مما يلي يعد ترتيبا لمكونات أجهزة الجسم من المكونات الأقل تعقيدا إلى المكونات الأكثر تعقيدا؟ نسيج ما بتيجي بالنسيج، خلية نسيج عضو جهاز كائن حي. يبقى نبتدي رقم ب. أكمل العبارات الآتية: تعتبر نقط وحدة بناء جسم الكائن الحي هي الخلية. المطاط من المواد نقط للكهرباء العازلة. يتكون الجهاز في جسم الإنسان من مجموعة من الأعضاء. تتحكم نقط في الوظائف داخل الخلية ومسؤولة عن انقسامها، هي النواة. الدرجة التي يتحول عندها الماء إلى بخار ماء تسمى درجة الغليان. التراكيب الصغيرة التي توجد داخل الخلية تسمى عضيات. العضلات التي تحرك عظام الجسم تسمى العضلات الهيكلية. تقاس الحرارة بوحدة تسمى السعر الحراري. تعتبر عضلة العين من العضلات اللاإرادية. تعرف حركة الشحنات الكهربية عبر موصل كهربي باسم التيار الكهربي. كلما زادت الطاقة الحرارية الأجسام زادت طاقة حركتها. تعتمد فكرة عمل الترمومتر على تغير حجم السائل. تنمو الكائنات الحية بزيادة نقط الخلايا المكونة للكائن الحي بزيادة عدد الخلايا. جهاز نقط مسؤول عن إفراز هرمونات تساعد الجسم على الاستعداد للاستجابة للخطر. اللي بيطلع الهرمونات اسمه الغدد الصماء. ينتشر لون قطرة الحبر أسرع عند وضعها في إناء به ماء ساخن بسبب حركة الجزيئات. جسيمات المادة نقط تتحرك بحرية تامة، جسيمات المادة الغازية. يحدث نقط عندما يقابل بخار الماء سطحا باردا، يحدث تكثف. سائل يملأ فراغ الخلية من غير ما تكمل اسمه السيتو بلازم. تنتقل الطاقة الكهربية إلى الأجهزة عن طريق الأسلاك الكهربية. تعتمد فكرة عمل الترمومتر على مبدأ التمدد والانكماش عند توصيل الدائرة الكهربية على التوالي واحتراق أحد المصابيح، فإن باقي المصابيح تنطفئ لا تعمل. يعني تنتج اليوريا من تكسير البروتينات. عند عجز البنكرياس عن إفراز هرمون الأنسولين ينشأ مرض السكر. تعمل نقط كمصدر للطاقة الكهربية في الدائرة الكهربية البطارية. تصنع مقابض أواني الطهي من الخشب أو البلاستيك. يفرز البنكرياس ونقط إنزيمات تعمل على تفكك الطعام في الأمعاء الدقيقة والحويصلة الصفراوية. تساعد نقط في جمع ونقل البروتينات لبناء وإصلاح
الخلية، الشبكة الإندوبلازمية. يخزن البراز في المستقيم، بينما يخزن البول في المثانة البولية. يقوم نقط بتغليف المواد داخل الخلية ونقلها خارجها. جهاز جولجي. يتم صناعة الزجاج من الرمال وكميات صغيرة من ورماد الصودا من ايه؟ الحجر الجيري. ثلاث مكونات. مادة نقط تخضع صناعتها لكثير من التغيرات الكيميائية لبعض مركبات البترول، أول ما تلاقي كلمة بترول يبقى هو البلاستيك. تخيل من العمود ب ما يناسب العمود ألف. الأسنان، القولون، الجهاز الإخراجي، الإنزيمات. تساعد على التفكك الكيميائي للطعام، دي هي الإنزيمات. أربعة. تساعد على مضغ الطعام، هي الأسنان. رقم واحد. يتخلص من الطعام الذي لم يتم هضمه، هو القولون. اتنين. يخلص الجسم الفضلات التي أنتجتها الخلايا، الجهاز الإخراجي. ثلاثة. التنفس الخلوي، العضو، الانكماش الحراري، المعدن. موصل جيد للحرارة، هو المعدن. رقم أربعة. يعمل على ترشيح الدم من المواد الضارة، هي النفرينات، بس مفيش، مش موجودة هنا، سيبها. جزء من تكوين الجسم، يؤدي وظيفة محددة، هو العضو. اتنين. يحدث عندما تقل المسافات بين جزيئات المادة، هو الانكماش. رقم ثلاثة. عملية تحدث في الميتوكوندريا، هي التنفس الخلوي. يبقى دي واحد. جهاز الغدد الصماء، التبخر، الحالب، التكثف. تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة، ده اسمه التكثف. أربعة. ينقل البول من الكلية إلى المثانة البولية، هو الحالب. ثلاثة. تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، ده اسمه التبخر. اتنين. يفرز مواد كيميائية تسمى الهرمونات، جهاز الغدد الصماء. واحد. ضع علامة صح أو علامة غلط أمام العبارات الآتية. يعتبر جسم الإنسان نظاما، صح، لأن الأجهزة بتشتغل مع بعض. التكثف عكس عملية الانصهار، غلط، دي حاجة ودي حاجة تانية. انتقال الحرارة في صورة موجات يسمى الإشعاع، صح. يعتبر النيكل مادة غير مغناطيسية، غلط، ومادة مغناطيسية. يقل معدل ضربات القلب عند الشعور بالتوتر أو خطر ما، الكلام ده غلط، هو بيزيد. يتم التخلص من العرق عن طريق الرئتين، غلط، الجلد. تفنى الحرارة عند انتقالها من جسم لآخر، غلط، لا تفنى. جميع الأجسام الصلبة تسمح بانتقال الحرارة خلالها بسهولة، غلط. السيرموستات من المفاتيح اليدوية، سيرموستات اللي هو موجود في التلاجة، من المفاتيح اليدوية، الكلام ده غلط، ده آلي. توجد النفرونات داخل الكلية لترشيح وتنقية الدم من الفضلات، صح. تحتاج الخلايا إلى طاقة على شكل غذاء وأكسجين لكي تنمو وتعيش، صح. تنتقل حرارة الشمس إلى الأرض عن طريق التوصيل، غلط، الإشعاع. يتميز جدار الخلية بالنفاذية الاختيارية، غلط، هو غشاء الخلية. تتسبب قوة البخار الناتجة عن غليان الماء في دوران التوربينات، صح. يحتوي اللعاب على إنزيمات تساعد في عملية الهضم، صح. ارتفاع درجة حرارة المادة يؤدي إلى تغير سرعة جزيئات المادة، كلام ده صح. يخزن الجليكوز في المعدة والعضلات على شكل جليكوجين، غلط، يخزن في الكبد. يخزن الطعام غير المهضوم في الأمعاء الدقيقة، غلط، الأمعاء الغليظة. الدينامو يحول الطاقة الميكانيكية إلى كهربية، صح. تستخدم المرآة لفحص ورؤية مكونات الخلية، غلط، الميكروسكوب. أنابيب الانكماش الحراري لا تتحمل درجات الحرارة العالية، غلط، بتتحمل. تعمل المقاومة الكهربية على زيادة سرعة الإلكترونات في الدائرة الكهربية، غلط، هي تبطئ. تتحكم الملابس الذكية في درجة حرارة جسم الإنسان، صح. يمر التيار الكهربي في الدائرة عندما تكون مفتوحة،
غلط. اكتب المصطلح العلمي: وحدات مجهرية داخل الكلى ترشح الدم من المواد الضارة، دي اسمها النفرونات. حيز حول المغناطيس تظهر فيه آثار القوى المغناطيسية، ده اسمه المجال المغناطيسي. درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية اسمها درجة الغليان. طريقة يتم فيها توصيل الأجهزة في مسار واحد: التوصيل على التوالي. زيادة حجم المادة عند رفع درجة حرارتها، ده اسمه التمدد الحراري. إحدى عضيات الخلية مسؤولة عن تحضير وتغليف المواد داخل الخلية، دي اسمها جهاز جولجي. تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بالتسخين اسمها الانصهار. تراكيب داخل الخلية لها وظائف خاصة اسمها العضيات. أحد مكونات الدائرة الكهربية التي تحد من سريان التيار الكهربي المقاومة الكهربية. مقياس لمتوسط طاقة حركة الجسيمات المكونة للمادة درجة الحرارة. النمط الذي تشكله برادة الحديد بالقرب من المغناطيس اسمه مخطط المجال المغناطيسي. حركة الشحنات الكهربية عبر موصل في مسار مغلق التيار الكهربي. الكتلة الكلية للمادة مقدار ثابت لا يتأثر عند حدوث تغير للمادة، قانون بقاء الكتلة. تركيب في جسم الكائن الحي يتكون من مجموعة من الأعضاء التي تعمل معا، الجهاز. كائنات حية تتكون من خلية واحدة، دي اسمها كائنات وحيدة الخلية. الخاصية المميزة لغشاء الخلية والتي تجعله يتحكم في خروج ودخول المواد من وإلى الخلية، دي اسمها النفاذية الاختيارية. أحد أنواع الفضلات التي تنتج من استهلاك الجسم للبروتينات اليوريا. العضو المسؤول عن إفراز الأنسولين في الجسم هو البنكرياس. جهاز يستخدم لاستدلال على مرور التيارات الكهربية الصغيرة، ده اسمه الجلفانومتر. عملية استخدام الأكسجين للحصول على الطاقة الكيميائية من الطعام، التنفس الخلوي. عملية فقد المادة الغازية للطاقة الحرارية وتحولها إلى سائل، التكثف. طريقة انتقال الحرارة خلال الماء الموضوع على لهب اسمها الحمل الحراري، اللي هو حمل تيارات الماء الساخن والبارد مع بعض. الوحدة الأساسية للتركيب في الكائنات الحية هي الخلية، مادة مخصصة لتخزين الطاقة بواسطة الكبد والعضلات، ده اسمه النشا الحيواني، او ليه اسم تاني اسمه الجليكوجين. قوة تسحب الاجسام لاسفل باتجاه الارض، قوة الجاذبية الارضية. سائل هلامي يملأ فراغ الخلية هو السيتوبلازم. درجة تتساوى عندها حرارة الاجسام وتوقف عندها انتقال الحرارة، درجة الاتزان. على لما يأتي: لا يمكن التحكم في عضلات القلب لأن عضلات القلب
عضلات لا إرادية. لا يمكن التحكم فيها. تعتبر الكلية من أعضاء الإخراج، لأن الكلية تنقي الدم من الفضلات اللي هو اليوريا. تعتبر عضلات الرقبة من عضلات الإرادية، لأنه يمكن التحكم في حركتها. توصيل المصابيح على التوازي في المنازل حتى إذا احترق أو تلف أحد المصابيح لا تتأثر بقية المصابيح. تصنع أسلاك الكهرباء من النحاس، لأن النحاس مادة جيدة التوصيل للكهرباء. يصاب بعض الأشخاص بمرض السكر بسبب عجز البنكرياس عن العمل. تستطيع النباتات أن تصنع غذائها بنفسها بسبب وجود البلاستيدات الخضراء. حدوث صدمة كهربية لشخص يلمس سلكا كهربيا غير معزول يمر به تيار كهربي، لأن جسم الإنسان موصل جيد للكهرباء. عدم استخدام التوصيل على التوالي في المنازل حتى إذا احترق أحد المصابيح أو تلف لا تتأثر باقي المصابيح. للميتوكوندريا أهمية كبيرة في الخلايا. ايه بتعمل الميتوكوندريا؟ لها دور في التنفس الخلوي وإنتاج الطاقة. يزداد حجم البالونات المملوءة بالهواء أو الغاز إذا تركت فترة في الشمس لزيادة المسافات بين جزيئات المادة. لا يعتبر البراز من المواد الإخراجية، لأنه طعام غير مهضوم لا تنتجه الخلايا. تغطى الأسلاك الكهربية بمادة البلاستيك، لأن البلاستيك مادة عازلة للكهرباء. عدم أهمية وجود جدار الخلية في الخلية الحيوانية لوجود تراكيب خاصة تعطي لها شكل مميز. الحديد من المواد المغناطيسية، لأنه ينجذب للمغناطيس. يتميز غشاء الخلية بخاصية النفاذية الاختيارية للتحكم في المواد التي تدخل أو تخرج من أو إلى الخلية. ماذا يحدث عند تلامس جسمين مختلفين في درجة الحرارة؟ تنتقل الحرارة من الجسم الأعلى للجسم الأقل. لمس سلك غير معزول يمر به تيار كهربي، يصاب الشخص بصدمة
كهربية. صهر الرمل مع الحجر الجيري ورماد الصودا يتكون الزجاج. لف سلك يمر به تيار كهربي حول مسمار من الحديد ينشأ حول الملف مجال مغناطيسي. صناعة الكباري دون فواصل تحدث انحناءات للكباري وتزداد الحوادث. انقباض وانبساط عضلة القلب لضخ الدم لجميع أنحاء الجسم. تحريك مغناطيس داخل ملف من سلك نحاس معزول يتولد تيار كهربي. تحريك مغناطيس داخل سلك ملفوف ينشأ مجال مغناطيسي. عدم احتواء الخلية على غشاء بلازمي لن يتم التحكم في المواد التي تدخل للخلية أو تخرج منها. دخول كمية كبيرة من الماء للخلية تنتفخ الخلية حتى تنفجر. عدم وجود جدار الخلية في الخلية النباتية لن يكون لها شكل مميز. تبريد مادة سائلة بالنسبة لكل من المسافات بين الجزيئات وحجم المادة. تقل المسافات بين الجزيئات ويظل الحجم ثابت. اذكر أهمية وظيفة كل من الفجوة العصارية في الخلية. تخزين الطعام والفضلات. المقاومة الكهربية تحد من سريان التيار الكهربي. الميتوكوندريا يحدث بها عملية التنفس الخلوي داخل الخلية. الميكروسكوب رؤية الأشياء الدقيقة. النواة في الخلية مسؤولة عن الانقسام وتكوين البروتينات. جهاز جولجي تحضير وتغليف المواد ونقلها خارج الخلية. البطارية في الدائرة الكهربية مصدر الطاقة. الجلفانومتر الاستدلال على وجود التيارات الكهربية الصغيرة. فواصل التمدد الحراري تستخدم في الكباري لمنع حدوث الحوادث. الترمومتر قياس درجة الحرارة للمواد. خاصية النفاذية الاختيارية في الخلية التحكم في دخول وخروج المواد حسب حاجة الخلية إليها. أسئلة الأشكال والرسومات. انظر إلى الشكل المقابل، ما اسم هذا الشكل؟ ده الميكروسكوب.
اذكر استخدامه: رؤية الأشياء الدقيقة متناهية الصغر. استبدل الأرقام بالبيانات المناسبة: 1 العدسة العينية، 2 اسمها المنصة، 3 عدسة شيئية. الشكل المقابل يوضح خلية ما. ما نوع هذه الخلية؟ نباتية. استبدل أرقام بالبيانات المناسبة: 1 الشبكة الإندوبلازمية، شبكة الإندوبلازمية، 2 الجزء الأخضر اللي هو الصغير ده هو البلاستيدة الخضراء، البلاستيدة الخضراء، 3 اللي هو جدار الخلية، جدار الخلية. يتكون الجزء رقم 3 من مادة اللي هو الجدار ده، جدار الخلية، السليلوز. اذكر وظيفة الرقم 2، البلاستيدة الخضراء، القيام بعملية البناء الضوئي. انظر إلى الشكل المقابل ثم اختر. الخلية المقابلة وحدة بناء جسم الحيوان. الجزء 1 يشير إلى الجزء 1 اللي هو الجزء من بره ده، ده غشاء الخلية. يعمل الجزء 2 اللي هو ده اسمها النواة على نقط تحضير وتغليف المواد داخل الخلية والتحكم في معظم هي ديات التحكم في معظم وظائف الخلية وانقسامها. انظر إلى الشكل المقابل ثم أكمل. الصورة دي يمثل الجهاز البولي. وظيفة الجزء المشار إليه، الجزء ده هو الكلية. الكلية مسؤولة عن إيه؟ تنقية واستخلاص البول. انظر إلى الشكل المقابل ثم اختر. المصابيح في هذه الدائرة موصلة على كلها متوصلة على بعضها، يبقى على التوالي. التيار الكهربي في هذه الدائرة يكون له مسار ولا أكثر من مسار، هو مسار واحد. انظر إلى الشكل المقابل ثم اختر. تنتقل الحرارة خلال السائل بطريقة التوصيل ولا الحمل؟ الحمل للماء البارد والماء الساخن. إذا كانت نقطة تجمد هذا السائل صفر درجة مئوية، فمن المحتمل أن يكون هذا السائل ماء عشان هو بيتجمد عند الصفر. انظر إلى الشكل المقابل ثم اختر. تنتقل الحرارة من جسم المكواة إلى الملابس عن طريق، هما الاتنين لابسين بعض، عن طريق التوصيل. يصنع جسم المكواة من مادة لازم تكون موصلة زي الحديد. يصنع مقبض المكواة من مادة نقط الحرارة عازلة. أسئلة متنوعة: ما العوامل المؤثرة على معدل انتقال الحرارة؟ الاختلاف في درجة الحرارة، تاني واحدة مساحة السطح، تالت واحدة وآخر واحدة اللي هي طول مسافة التلامس. اذكر الدور الذي تقوم به المثانة البولية في عملية الإخراج: تخزين البول لحين طرده. اذكر احتياجات الخلية. الخلية بتحتاج 3 حاجات: غذاء، ماء، هواء. ما هي أوجه الاختلاف بين القوة المغناطيسية وقوة الجاذبية؟ القوة المغناطيسية دي بتمثل ايه؟ بتمثل جذب وتنافر. أما الجاذبية بين من اسمها جذب فقط. اذكر مكونات الجهاز العضلي الهيكلي. 5 اشياء اللي هم من ايه؟ العظام، الغضاريف، الاربطة،
الأوتار، وآخر واحدة العضلات. ما النتائج المترتبة على حدوث قصور في أداء البنكرياس لوظيفته؟ الإصابة بمرض السكر. عافانا الله وإياكم، ادعمنا باشتراك بالقناة ليصلك كل جديد. شكرا.